هي نزلت برضو. شفت يا مصطفى؟ شفت البنت عامله ازاي؟ اوعى تسيبني يا مصطفى، اوعى تتخلى عني. انت ما بتردش عليا ليه يا مصطفى؟ انسي بنتي يا سعاد. حسيت بيها يا مصطفى، عرفت اني ما كدبتش عليك. انا جاي كنت بتمنى لما اشوفها احس انها غريبه عني. قبل ما اشوف نانسي يا سعاد كنت حاسس انك بتكدب عليا، ولفيت على الشله واحد واحد، هشام وفاروق وعمر الصفتي، محدش اداني وعدنا. فاهم؟ قلت اجي عشان اقفل على الموضوع ده نهائي. لكن لما شفت نانسي قلبي انخلع من جوه صدري. اوقات احساس الواحد بيبقى اقوى من اي دليل مادي. الغريبة إن نانسي هي الوحيدة اللي قابلتها ولقيتها كرهاني، مش مؤمنة بأي كلمة بقولها. مصطفى الهلالي اللي الدنيا كلها والشباب كلهم مصدقينه، بنته الوحيدة اللي مش مصدقاه. ما تزعلش منها يا مصطفى، هي مش عارفة بتقول إيه. أزعل إزاي بس يا سعاد؟ أنا عارف هي كرهاني ليه. مش بقولك إحساس الواحد بيبقى أقوى من أي دليل مادي؟ هي حاسة إن أنا المسؤول عن الضياع اللي هي فيها. معقولة رجعت بالسرعة دي؟ أستاذ لطفي؟ أنا آسف إني رجعت في الوقت ده، بس غصب عني أصلي نسيت الكاسيت والشريط فيه ولازم اسلم الموضوع الصبح. الكاسيت ثانية واحدة اشوفهولك. أنا آسف جدا للمرة التانية، تصبحوا على خير. وأنت من أهلك. أنا آسفة أوي يا مصطفى. تعالى اقعد استريح. أعمل لك شاي ولا قهوة؟ يا قهوة تقدر. يا عايز صوتك الساعة 2 صباحا.